السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. حياك الله دكتور. حياك الله للا أم أسامة. كيف حالك؟ لاباس عليك؟ ولله الحمد. يا مرحبا يا مرحبا. أنا حبك وحب لله كثير. أعزك الله للا. كنطلب لك الله الله يجعل هذا الشيء كله في ميزان الحسنة ديالك. يا رحمن. وإخوة اللي كيرافقوك. أعزك الله للا. عقلت عليا دكتور. أنا أم أسامة عليك. اللي كنت عيطت ليك اللي عندي الأيتام ياك. أيها للا أيها للا. كنت نخدم وهضر معك وليدي الحمد لله. انا الحمد لله اللي كنتمنى غير نهضر معك وتيبقاو فيا الناس اللي تعيطوا ليك وتيقول لك حنا ما خدامينش وعندنا اللي زعما تيبقاو فيا بزاف هذوك دائما اللي تيشكيو هذوك اللي تعيطوا كيقول لك الدعم عليا كان الحمد لله يعني فضلك عند الله كثير يعني الحمد لله ولكن الانسان اسمح لي نقول لك يعني علاش كينسر اللي خلقه كيقلب على الخالق يعني مخلوق عادي نعم. يعني مخلوق يعني الانسان دائما في مي وحل في حاجه ولا يسجد الله يبكي على اللي خلقه ويعيط على اللي خلقه سبحان الله ربي وتيخيب شي واحد أكيد. مثلا انا دكتور نعاود ليك انا فاش مثل الراجل ديالي الله يرحمه خلاني كما كيقولوا هذاك لا يد الله ولا يد القدام يعني الحمد لله ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى الحمد لله عليا نحمد الله ونشكره نعم ونوصي النساء يستجبوا الله ويخدموا في الحلال والله ربي ما يخيبهم والله حاس ربي واش يخيب شي واحد نعم. بقات في ذاك الأخت اللي كانت كتعيط وعندها ريتامة وذاك شي تقول لك أنا ما عنديش بس عرفت حق الله أنت كتبكيني ولكن الإنسان يستجب الله سبحانه وتعالى وربي راه ما يخيبش يعني الإنسان دائما يعيط على الله ويكافح الخدمة عمرها ما كانت عيب يعني وخا تبيع أبسط الحوايج وخا تخدم في أي حاجة ولكن عمرها ما كانت عيب لا اله الا الله دائما يستجب لله سبحانه وتعالى ويسهل الله وربي ما كيضيعش يعني اكيد الانسان واخا يعطي من القليل ولا من الكثير ضروري ربي اللي تيجازيك يعني الانسان ماشي ضروري خصك يكون لاباس عليك باش تصدق ولا يكون عندك باش تصدق ولا يكون اللي ما تيعطيش من القليل عمره ما يعطي حتى من الكثير فعلا الانسان دائما يحمد الله ويشكره ويلا جات عليه شي حاجه يعني يعرف هذيك من فضل الله كيعطيها لي هذا النهار يعطي منها باش غدا الله سبحانه وتعالى يزيدو من الفضل ديالو والحمد لله والشكر لله يعني نحمد الله تبدلت حالتي بزاف الحمد لله ولكن كنحرف لك يا دكتور من نهار اللي مات الحمد لله وانا تنكافح وربي سبحانه وتعالى تيلاقيني كل نهار مع ناس اللي حسن ما نصور في البال ديالي يعني الحمد لله ربي تيجي بي شي محسنين من عنده الحمد لله الحمد لله والشكر لله يعني واحد الحاله نحمد الله ونشكر وحتى ذاك الخير اللي كيبغي ياتيني وحق الله يا دكتور انت كيبشرني به الله سبحانه وتعالى بالنهار قبل اللي عادي يصومني الله غد ليه الحمد لله الله يا دكتور اذا دابا كنقسم لك قبل اي حاجه شفتها سواء زوينه ولا خايبه لا في عائلتي يعني نهار ولا يومين تكتحقق الحمد لله يعني الحمد لربي ونشكره والله ملك الحمد لله الا نحمد الله يعني كندير داكشي اللي كتب الله وتنخرج نبيعو في العشيه في الشارع وترجع لوليداتي انا اليوم يعني الحمد لله دابا انا الله دخلت والله الا كي دخلت صليت العشاء والمغرب وكنصلي وكنقول يا ربي سد لي الخط والحمد لله الله سبحانه وتعالى سد لي وسد لي الخط اكرمك الله لله والله الا الحمد لله دكتور بغيت نسولك انا المغرب كنصلي العصر عند واحد السيد في الحانوت حدايا وسيمكن لي يعني مانيش انا ملي كنمشي من ثلاثه ديال النهار ما هاني ما رجعت دابا تقربت ل 10 ونص الليل عاد دخلت للدار ديالي يعني كيبقى فيا الحال ملي كنجمع المغرب والعشاء حيت ما كنلقاش فيه متوضا ولكن العصر كي كنتوضا كنخرج يعني تنصلي تندوز واحد الخانيه المحل ديال التجاره البيع والشراء واش زعما يمكن لي نبقى نصلي فيه ولا لا لا تصلي الحمد لله حنا الحمد لله في ارض الاسلام وغتصلي واحد المكان مستور مكان مستور لا مسكين كيعجب ليا خانيه تندوز هكا وتنصلي فيه ولكن العصر المغرب ما تلقاش فين نتوضا يعني تنبقى كنصلي حتى كنجي لهنا معنا هنا كيكون الانسان معذور كيكون الانسان معذور انه كيجمع بين المغرب والعشاء جمع تاخير كيتسمى الجمع ما بين العشاءين كيجمعهم جماعة تأخير إلى عنده عذر من الأعذار وأنت امرأة ربما عندك صعوبة أنك تلقي المكان ديال تجديد الوضوء ولكن لا أنا حاطة غير في الشارع دكتور دايرة غير كريريصة وحاطة غير يعني مني الله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله الله يتقبل منك والله يعاونك على الزمان
يا ربي يا كريم. امين اخويا دكتور بحال دابا نهار ثلاث عندي سوق في الاسبوع كنوض مع الوحده الليل وكنصلي ديك الساعه 3 الفجر وعاد كنخرج من حيت ما كنرجع حتى لوحده النهار يعني الا بقيت هكا ياك عندي سوق يعني داك الحمد لله تنعاون بوليدي يعني تنقول واش يمكن ليا منين نجي نرجع نصلي داك الصبح ولا صافي نصلي غداك يعني كنصلي قائمه الليل الحمد لله داك الركعات وكنتبعهم بالشفاعه والوتر ونصلي الفجر ونخرج ما شاء الله. لا نقدر نصلي يعني الصبح في وقته يكون افضل وإلا كان عندي شي ظرفيه ممكن نختلس وقت من هنا او من هناك باش نادي فيه الصلاه يكون افضل ولو جالس ولو على جنب. ولكن دكتور انا كنبيع في بلاصه المواس يعني غير الرجال ما كاينش كاع العيالات يعني غير انا مرأة في داك السوق كله الرجال ياك عارف السوق اللي تيتباع فيه المواس. اياه لا لا اياه يعني ما كنرجع حتى لوحده النهار ومي كنرجع ما كنصليش يعني كنصلي غير الظهر. لا وكيبقى في الذمه ديالك كيبقى في الذمه ديالك لابد من القضاء هناك الاداء والقضاء الاداء يعني واخا كنصلي هذاك في اليوم خصني ثاني نجي نرجع نصلي تصلي الصبح ديالك اللي هو فريضه باقي ما اديتيهاش باقي في الذمه ديالك ولو حتى يطلع النهار وعندي عذر من الاعذار نصليها ما تبقاش ما نتجاوزهاش لان كل صلاه الا وخصها تتادى في الوقت ديالها واذا تعذر تقضى بعد ذلك. واخا الله يرحم لك الوالدين انا ما كنتش كنت حيت الناس كنت كنسولها تيقولوا لي لا زعما انت كتخرجي معذوري لا صليتي في الليل صافي ولكن ما لا الفريضه كتبقى في الذمه ديال الانسان الفضائل ديال الاعمال قيام الليل انت مشكوره عليها لكن الفريضه في ذمتنا لابد ان نصليها. الحمد لله دكتور تنقول لك كنلقى واحد العوين من الله سبحانه وتعالى تنقول لك واحد الخدمه اللي خدمها جوج الناس ولا ثلاثه وفضل الله سبحانه وتعالى والله تنخدمها بحديثي والحمد لله الحمد لله تنطيب وتنبيع ونشري للناس والحمد لله واخذ واحد الوقار تنقول لك والله الا في وسط الرجال بحال اللي ماشي في وسط الرجال وحق الله العظيم بحال اللي ماشي في وسط ولكن الحمد لله يعني اللي كيقولوا لهذاك اللي بغى الثقر تيشدوا من راسه. اي فعلا فعلا لا يعني الحمد سمع. لله واخا باقا صغير وداك الشيء ولكن الحمد لله حتى واحد ما تيقدر يخسر هدره وعاد مصرفه الناس يقولوا لي غير مرضيه يعني الحمد لله والشكر لله الحمد لله الحمد لله على هذه النعمه ديالو يعني واخا فيها شويه صقر ولا هي بزاف ولكن الحمد لله اللهم لك الحمد. انا ما كنطلب من الله الا يقراوا لي وليداتي ويكونوا مصلحين ويكونوا كيصليوا مهديين هذا الشيء اللي بغيت من الله سبحانه وتعالى. يا رب. واختي ام اسامه نحن كنوجه لك تحيه اجلال واكبر انت نموذج للمراه المغربيه المكافحه اللي كتقلب على لقمه العيش بالحلال بعرق جبينها وبحالك انت لالا ام اسامه هما اللي خصهم التكريم في اليوم العالمي للمراه في 8 من مارس هذا النموذج المكافح اللي كيقلب على لقمه العيش من وحده الليل كيدخل السوق وكيتزاحم وكيبيع ويشري باش ما يمدش يدو وباش ما يتعرضش للحرام. الحمد لله الحمد لله والله الا ملي ما تخلى عندي 24 عام ولكن الحمد لله يعني كانوا كيقولوا لي الناس لا باقي صغيره وداك الشيء ولكن تنقول لهم لا انا حتى حاجه ما كتهمني كتهمني الا الرضا الله وربي وليداتي في طاعه الله سبحانه وتعالى هذه هي الحاجه الوحيده اللي كان عمري دكتور اقسم لك بالله عمره ما جاتني في البال ديالي شي يعني نصور شي ريال من غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى حتى هذوك النساء اللي تيجلسوا عندي ياكلوا تيخوفوا عليهم شي حد ولا شي حد. نعم تنصحها تنقول لها شوفي اختي راه شوفي راه الحال تلحلى راه عتي بعد نوبه شحال وحده كتسمع عليا وحق الله كتسمع الحمد لله تنقول لها شوفي انت شوفي انا مشيتي في طريق الله سبحانه وتعالى وخدمتي تنقول لها خدمه ماشي عيب وهذيك الشيء ماشي عيب عرفتي كتبقى مسكينه يعني في بعض اللحظات تتاثر بداك الهضره اللي تنقولها تنقول لها الحمد لله ماشي عيب ماشي عيب تنقول لها ذاك الوليدات معايا كبروا عندك راه ماشي عيب يعني لا الحمد لله راه يجي واحد النهار ويردوا لك هما ذاك الشيء اللي كديري عليهم. لا اله الا الله وتنطلب الله سبحانه وتعالى الله يغلب على كل وحده كتعب وكتشقى يغلب على الزمان ويعوض يا ربي في صحتها وفي وليداتها. امين امين يا ربي يا كريم. وكنسالك واحد دكتور انت وجميع المسلمين الوالد عندي خرج من العمليه وبحكم البعد اللي عليه ما مشيت عنده ولكن ربي اللي مطالع بالقلب ديالي مزيته كنطلب الله سبحانه وتعالى يشافيه ليا وينوضه على خير. يعني بعيده عليهم بزاف ولكن لازم فوق جهد الله سبحانه وتعالى. لا اله الا الله. منين نمشي نشوفوا ولكن ما يمكنليش نخلي وليداتي كيقراوا ونخلي اللي كنترزق الله ونمشي يعني تا هو مشى كان قاري لي الظروف قالوا لي يعني كنعفيوك بلا ما تجيو يعني انت وليداتك داك الشيء اللي تنطلب من الله سبحانه وتعالى الله يشافي جميع الامراض المسلمين اللي كاع شي ضر الله يفرجها عليه الله يجعل ربي يفرج على كل مؤمن. امين يا ربي يا كريم. كنشكرك بزاف دكتور الله الا شنو نقول لك الا انت الوانيس ديالك حتى في النهار كتجي مع جوج نهار جمعه تنبغى نعيط لك ولكن
الزهرة ولا ما عرفت لحد ما تساعدنيش في النهار باش ندوي معاك. الله يعطيك الخير لله الحمد لله أم أسامة. اليوم أنا سعيدة الحمد لله والشكر لله. شحال من حاجة كنت ناقصة وتعلمتها منك وفي رمضان عرفتي فاش كنتي كتجيب داك قصص الأنبياء وحق الله إلا عرفتي تنبقى نتمي كتبقى تعاودي فيهم تنقول الحمد لله والشكر لله وخا ما قارياش وما عمري عرفت شي حاجة ولكن الحمد لله كل شيء تعلمناه معك اللهم لك الحمد. أكرمك الله أم أسامة الله يرفع المقام ديالك لله. آمين يا رب العالمين. آمين. وحنا كنشكروك بالدور ديالنا. تحية بزاف ليك الأخت عفاف الأخت مجدوني الأخت سنة كلهم داك لامية هشام المهم كلهم راه عزيز عليا هذوك هما اللي كنتبع من الصباح حتى العشية. ما شاء الله حياك الله أم أسامة الله يحفظك لالا والحمد لله الكلام ديالك موزون وكيبان واخا الإنسان كيكون ما قراش في المدرسة ولكن بالمتابعة ديالو لوسائل الإعلام والانفتاح ديالو الحمد لله كيعطي الله تعالى واحد رؤية واضحة ولغة سليمة وكلام سلس وخطاب موزون. حفظك الله أم أسامة الله ينورك بنور الله وانت راكي داعية راه في ديك المكان اللي كتبيع في ديك القيمة وكياكلوا الناس في السوق وكتوجهي واحد الدعوه ديال الخير راكي انت داعيه ربما قد يكون دورك بحال الدور ديال الامام في الجامع او الخطيب يوم الجمعه او حتى الداعيه في قناه فضائيه انت الحمد لله الدور ديالك لا تستهيني به كتقدمي رساله نظيفه وراقيه وربانيه وايمانيه وصادقه حفظك الله ورعاك الله يشافي الوالد الله يطب سقمه في الغيب الله يمتعه بالصحه والعافيه وطول عافية. آمين يا ربي يا كريم. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.